حاسش انه في رمضان الا زكال من المكرونه بتاعك. شم ريحتها يا بنتي يا زينب وخرمت مناخيري يا ستي. اللهم اني صايمه صحيح واتاخر قوي ده خلاص المدفع قرب يضرب قلبه مش هيطلع انه يفطر بعيد عننا بعد الغيبه دي كلها. وبعدين مش انا اللي قلت انه هو رجع وهو بعد شحاته بالشنطه اكيد وراه مشوار مهم وهيرجع على طول. برضه ما بيردش هريته اتصالات يا اما مقفول يا اما يا اختي ما بيردش بجد بقى يا موري. وايه يا اختي هو ده اللي ربنا قدرك عليه بدل ما تيجي تشيلي معايا طبق ولا كوبايه وتساعديني؟ لا اسكيوز مي بقى يا انهار يا حبيبتي انت عارفه ان انا ايدي مجزوعه ما بعرفش اشيل بيها حاجه حتى اهو. ارحميني مرارتي خلاص واتشالت هتعملي فيا ايه تاني يا سميح؟ روحي يا زينب ساعدي ستك انهار وهاتي بقيه الاكل من المطبخ. حدد يا ست وبرده ما بيردش صدقي وتأمني بالله تلاقي البنت اللي قاعده فوق اللي عامله رابعه العدويه عارفه هو فين وبتخبي علينا وسايبانا عمالين نحني وننقض في نفسنا. اي ام شور شور انا كل حاجه بعملها في البيت ده لوحدي يا ربي. فين هدى؟ كلا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. يا اختي مش توفر القرايه دي للتهجد بالليل بدل ما تروح عليكي نومه؟ هدى يا هدى زعلانه انا منك سايباني في المطبخ محتاسه لوحدي واحنا في ساعه ضيقه المدفع قرب يضرب يلا نادي العيال وتعالي. حاضر انهار. نعم هو وصل يا اختي؟ ان شاء الله هيوصل بالسلامه بس انتي قومي يلا. ربنا يرجعه بالسلامه يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج. كده الهلال ظهر والرؤية تاني. ذهب الظمأ واختلت العروض. وحشتوني. وحشتيني يا نهار. ربنا يتقبل يا حاج. الحمد لله على سلامتك. وحشتيني يا هدى. الحمد لله على سلامتك. وحشتيني قوي يا فواز. لا إله إلا الله. الأذان لسه ما ادانش يا سميحة. يا بنت تهدي شوية مش كده. وحشتوني. انت وحشتنا يا حاج. وحشتوني كلكم. ربنا يخليك لينا يا حاج. جبت لكم حاجات حلوة حلاوة. والنبي صحيح. شنطة ليكم كلكم. الله الله. العيال فين؟ يا عيال. يا ولا. بابا جه. بابا جه. بابا جه. بابا جه. بابا جه. على مهلك. بالراحة يا حاج. على مهلك. على مهلك. الله أكبر الله أكبر. الله كرومبا كرومبا يا حبيبي الحمد لله متاخره دايما يا حبيبي حبيبي مين صايم؟ انا كله صايم؟ انا طب يلا والنبي يا حاج عشان المدفع هيطلع يلا بينا خدي زي ما انا كده يلا مين هيقعد جنبي؟ اللهم اني لك صمت وبك امنت وعلى رزقك افطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق بسم الله الرحمن الرحيم يلا يا ولد تفضل يلا بينا نصلي المغرب يلا يا حبيبي يلا بينا هو ابويا ما جاش يفطر معانا ليه؟ ما تزود اللحمه شويه هو كله عيش ورز انت بتاكل فراخ زود اللحمه حاضر يا حاج ما هي لحمه يا حاج طب يلا يلا بسرعه يا عم ربنا يخليك لينا يا حاج ادعوا للحاج فواز ابني كله ببركه العمر ان شاء الله انا عاوز كله ياكل لحد ما يشبع واللي يشبع ياكل لاخر زاده الخير كتير والحمد لله والغلابه اكتر يا حاج على قولك انت مش هتفطر يا حاج يا عم لما الناس تاكل الاكل هيروح فين يعني ندفع الناس اللي ناقصوا حاجه ديروا يلا حاضر يا حاج اللهم ديمها نعمه واحفظها بالزوال يا رب خد يا حاج اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
والرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد والشكر. حاضر حاضر يلا على الباب. ملك مسروع كده. ايه يا نوها مش سامعه الباب يعني؟ حاضر. ايه يا بنتي كل ده عشان تفتحي؟ يا الف اهلا وسهلا. اتفضل يابا. اتفضل. ازيك يا نوها؟ الحمد لله يا جد. معلش يابا البيت مكركب شويه، اصلي ما صدقت انه علي يروح يصلي التراويح فقلت يعني انضف كده من على الوش. ولا يهمك، بس انت سايبه فواز لوحده ليه؟ برضه حفيد الصياد يترمي الرميه دي ما بيفصلش ولا ثانيه واحده يابا، ودي مخليه عيني في وسط راسي اما هيجننوني. نوها مين سلمي على جده؟ ايه ازيك يا جد؟ يا حبيبي جده شوفي جده جايب لك ايه. خدي يا نوها اتفضلي. استني قولي كمان اتفضلي. يلا يا نوها قولي لجده شكرا. شكرا يا جد. العفو يا حبيبي الجد. تشرب ايه بقى يا حاج؟ ولا اقول لك انا عندي رز بلبن من اللي انت بتحبه. سيبك من الرز بلبن، خدي الواد فواز في حضنك. الله. معلش يابا هدخله جوه. ها تعالى يا حبيبي تعالى. ثانيه واحده يابا ثانيه واحده. معاك شوكولاته ثانيه يا جدو؟ لا يا حبيبي الجد، بس اقول لك خدي كل دول علشانك، هاتي اللي نفسك فيه كله. ليه كده بس يا حاج؟ ليه؟ هو انت ولا فواز اخويا يعني حرمني من حاجة؟ هروح اعمل شاي. جدو هم دول كام يا جدو؟ لا يا حبيبي جدو ما تعدهمش لا يتقل بركتهم. يلا قومي العبي جوه. يلا وقف يا عم في الطابور انت وهو. ادعوا الفواز ليه؟ ربنا يسترنا امين يا رب، ويخلينا الغلابه اللي بيكسوهم ويغذيهم وما يخلوش نفسهم في حاجه. ودي على قد نيته. الصحه يا كريم. ايوه هي دي اللي عايزينا. قولوا ورايا ويديم عليه الصحه يا كريم. ويديم عليه الصحه يا كريم. يا صحتي هو الحاج ناوي يعملها تاني ولا ايه؟ ربنا ما يقطع له عدل يا موسى. وسعي 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 كده زي الحاج موسى. يا اهلا يا اهلا يا حاج. اتفضل يا حاج. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوم طيبين. صوم طيبين. هو ده صوم طيبين. ذكر رضا. منور يا حاج. بص يا حاج ما فاضلش غير الشوية دول ويبقى الكل خد نصيبه. الحمد لله. اوعى يا شحاتة تكون نسيت حد. احنا في أيام مفترجة. الدعوة تسوى كتير قوي. طب والنعمة يا حاج من بعد الفطار واقفين الوقفة دي، هتشاف منظرنا بقى عامل ازاي يا حاج؟ مالك يا دافش كده ليه؟ كله بثوابه وشحاته، كله بثوابه. على فكرة يا حاج، الطلبات اللي بعتها لأولاد عمك راحت لحد البيت وهم رجعوها. راحت بنفسك يا موسي؟ زي ما حضرتك أمرت، لحد باب البيت. بس هم يعني معلش، معلش. خليها جاهزة وأنا هتصرف. وابوها فين؟ مش ناوية تخلي جوزك يفكها شوية يا حياة؟ أنا مش فاهم هو باع الوظيفة بتاعته دي ليه؟ الله يا بنتي كان جه يشتغل معانا وهو أولى برضه. كل حي بياخد نصيبه يابا. هو فواز رجع من العمرة؟ رجع النهاردة. بصراحة يا حبيبتي أنا مش جايني قلب أشوفك بالمنظر ده أبدا. أنا عارف إن جوزك نفسه عزيزة، بس برضه ده خير أبوكي وأخوكي، حرام تتحرمي منه يا بنتي. يابا ما أنت عارف علي دماغه ناشفة إزاي. عارف يا بنتي، عارف. جوزك راجل وابن أصل. بس أنا صعبان عليا تعبك أوي يا حياتي. أنا مش تعبانة يابا وراضية بنصيبي. وأكحل عيني بالتراب اللي بيمشي عليه علي. يعني كنت مبهدلة شوية. فده من هدة الحلم على العيال مش اكتر. وبعدين فواز مش سايبني يابا، الشهريه اللي بيبعتها كل شهر بتزيد ومش مخليه ناقصني حاجه. الله ربنا يزيدك يا فواز يا رب ويسعدك. طب ما تسيل ابوك يا حبيبك بقى كمان بالضحكه الحلوه اللي بيموت فيها. اهو كده شفتي
الشمس طلعت والدنيا نورت. ربنا يا بنتي يسعدكم ما يحرمكوش من بعض ابدا. ربنا يخليك ليا.